يا مساء الفل والسعادة على كل المصريين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة طبعا هتكون حلقة مهمة النهاردة، غاية في الأهمية في الحقيقة بعد الإنجاز الكبير اللي حصل امبارح. هو فعلا إنجاز، ولازم نبارك لبعضنا طبعا على الإنجاز ده. مبروك لكل المصريين، لأن فعلا كنا مستنيين فرحة، والناس دي الشعب ده يستحق الفرحة، احنا نستحق الفرحة بصراحة. يعني احنا بنعاني كتير جدا جدا على المستوى الرياضي، مش بتكلم على أي حاجة تانية. المستوى الرياضي احنا بقالنا فترة بنعاني، مفيش حاجة تصبر كده، مفيش حاجة تفرح. امبارح الرجالة دول فرحونا، الرجالة دول كانوا في الموعد، عملوا كل اللي عليهم. رجولة ايه في الملعب، حماس وروح مفيش احسن من كده، ما بتشوفهمش عند الكبار. من الاخر كده في بطولة الامم الافريقية اللي كانت في مصر بتاعت الكبار، ما شفناش الروح اللي في الملعب دي، شفناش الحماس ده. اللعيبة بتموت نفسها على الكورة، هو ده اللي احنا بنحتاجه دايما. ممكن الطريقه دي تعوض الجوانب الفنيه شويه، وفي الحقيقه مش عايزين نتكلم عن الجوانب الفنيه، لان خلاص احنا عايزين نفرح. لان البعض يطلع دلوقتي يقول لك ايه، اصل احنا كنا وحشين الشوط الاول. لا يا اخي، سيبنا نفرح بقى، سيبنا نفرح. الجانب الفني ده نتكلم او يناقشوا الناس المسؤوله عن المنتخب، يشوفوا هل بالخطط دي او بالشكل ده ممكن مصر تبقى بعد كده ليها دور كبير، هيبقى ادائنا افضل. الكلام من دي حاجه تخص المسؤولين اللي بيخططوا للكوره في مصر، ملناش دعوه بقى. احنا كشعب كجمهور فرحانين، عايزين نفرح، مش عايزين نبوظ فرحتنا. كل التحيه والتقدير للكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون، والف شكر على اللي انتوا عملتوه. كل التحيه والتقدير للرجاله بتوعنا، اللعيبه بتاعتنا اللي عملوا بطوله ولا اروع، حققوا الهدف الاول والاهم والاسمى اللي هو الوصول لاولمبياد طوكيو 2020. خلاص انت حققت الهدف الاهم بالنسبه لك، الهدف الجاي يوم الجمعه الجايه باذن الله مع كوت ديفوار تاخد البطوله، تقفل البطوله بالفوز باللقب. يبقى عملت كل حاجة، فرحت كل الجمهور المصري. فكل الإشادة والتحية والتقدير لكل اللي يفرح المصري، لأن فعلا فعلا الشعب المصري ده يستحق الفرحة. إن شاء الله نبني على الجيل ده، لازم نبني على الجيل ده مجموعة رائعة من اللاعبين في كل المراكز. في كل المراكز عندنا لعيبة كويسين ورجالة، وعارفين هم بيعملوا إيه، عارفين هم لابسين تيشيرت مين. ده تيشيرت مصر، تيشيرت منتخب مصر. من المنطلق ده هما بيلعبوا، بيموتوا نفسهم طبعا بخلاف طموحهم اللي نفسهم يحققوه، سواء مع انديتهم او الاحتراف او كلام من ده. فكلهم في الحقيقه امبارح عملوا شوط تاني بالتحديد اكثر من رائع. البطوله كلها كويسه، اللقطه دي مهمه، الاحتفال مع الكابتن شوقي غريب في المؤتمر الصحفي حاجه كويسه وسعاده كبيره، وعلم اليابان موجود لان احنا وصلنا طوكيو. وعجبني قوي في الحقيقه المدير الفني بتاع جنوب افريقيا اللي بيبتسم عادي، رياضه خسر بس بيبتسم لما شاف الفرحه بتاعت المصريين ولاعيبه منتخب مصر مع الكابتن شوقي غريب، فابتسامه بتاعته حلوه قوي بصراحه يعني. فبالتالي انت حققت الهدف الاول بالنسبه لك، ان شاء الله يوم الجمعه الفرحه تكمل وتبقى اكبر واكبر من خلال الفوز. دي اللقطه، لقطه مهمه قوي، وحقهم يفرحوا وحقهم يعملوا اكتر من كده كمان. طالما فرحتوا الشعب المصري اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، ما حدش يقدر يقول لك اي حاجه. لا هنتكلم على جانب فني ولا على جانب اي حاجه خالص، احنا بنتكلم على الفرحه اللي احنا فرحانينها. فبنشكرهم، وان شاء الله انتوا الرجاله اللي تقدروا تفرحوا المصريين دايما ان شاء الله باذن الله تعالى.